المؤتمر العشرين لكلية الإعلام لقضايا الإعلام في ظل دستور 2014، بيطرح قضايا بحثية متعددة ومتنوعة، بيطرح أيضا تدعيم للممارسة المهنية في الكيفية التي سيتم مقتضاها تأسيس المجالس الوطنية للإعلام وإدارة الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة. وأعتقد وضع النقاش والحراك الإعلامي داخل مؤسسة أكاديمية تهتم بالمجالات الإعلام المختلفة في هذا الوقت يمثل إضاءة معرفية مهمة وأساسية لمصر وللمسؤولين في الإعلام ولكل العاملين في مجال الإعلام، حتى يمكن أن نضع الضوابط والمعايير والأسس التي سيتم بمقتضاها ضبط الأداء الإعلامي ووضع القواعد التي تحكم الممارسة المهنية وتشكيل المجالس الوطنية للإعلام في المرحلة الدقيقة القادمة.